هتبقى التسليه بعدين. انا عايزه الدرس اللي بعدين، الدرس اللي بعدين الدوله الايوبيه، الدوله المملوكيه. الدوله المملوكيه، ايوه صح. بص يا حبايبي، ناخد النهارده كده نبتدي مع بعض، ناخد جزء عن دوله المماليك. قيام دولة المماليك في مصر، مين هم المماليك؟ ايه اصلهم؟ قال لك مجموعة من اجناس مختلفة. يعني ايه مس اجناس مختلفة؟ يعني زي ما قلنا مع بعض ان كان مثلا في بلاد العراق، في بلاد اللي هي مثلا زي روسيا وغيرها، كانوا في منهم اللي بيبيع ولاده، تمام؟ فكانوا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا، كان ملك نجم الدين ايوب او صالح ايوب بيعمل ايه؟ بيجيب الولاد دول يشتريهم من الاسواق ويدربهم عشان يستعين بيهم في الايه؟ في الجيش. فقالك من هم المماليك؟ مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم، يعني أحضرهم الأيبيون من أسواق الرقيق. إيه معنى كلمة أسواق رقيق؟ قلنا كانوا فيه ناس نتيجة الفقر كانوا بيبيعوا أولادهم في الأسواق، وأسرى الحروب، كانت تحصل حرب مثلا بين طرفين، كان فيه كمان أسرى الحروب برضه بيبيعوهم في السوق، تمام؟ طيب ليه هنا كانوا بيجيبوهم من مصر؟ قالك الاستعانة بيهم في الجيش وحراسة الإيه؟ السلاطين. وكان ده على وجه التحديد في عهد اكتر واحد هو نجم الدين ايوب. بعد ما اتقتل طوران، عشان نقول مع بعض اخر ملوك الدوله الايوبيه، اجمعوا على تنصيب مين؟ شجر الدور. طب هي ترى هنا الخليفه العباسي هيوافق على ان مرأة تتولى حكم البلاد؟ هيرفض، تمام؟ فهتعمل ايه شجر الدور؟ هتتنازل عن الحكم لزوجها اللي هو مين؟ عز الدين عز. أيوب. احسنت، عز الدين ايوب. موافقش الخليفه العباسي على توليه امرأة الحكم في مصر، ونتيجة الضغوط اتنازلت لزوجها مين؟ عز الدين ايه؟ أيبك، اللي كان بيعتبر في الوقت دوت أحد زعماء المملكة، أحد الجنود الايه؟ الأقوياء في جيش المماليك. عن الحكم، فبدأ حكم المماليك لمصر. المماليك بدأ حكمهم من امتى؟ عندما تولت مين؟ شجر ايه؟ الدر حكم مصر. ولما رفض الخليفة العباسي، تولى بعدها مين؟ عز الدين ايه؟ أيبك. عز الدين أيبك. أحسنت. هنتفق مع بعض ان هي تعتبر شجر الدور، هي اول امراه تتولى حكم مصر الايه؟ الاسلامي. جميل؟ طيب دوله المماليك حكمت العالم الاسلامي يا ترى كم سنه؟ 100، 200، قرنين ونص. يعني كم سنه تقريبا؟ 250 سنة. أحسنت، برافو عليك. يبقى مدة حكمها تقريبا في حدود 250 سنة أهو، صح كده؟ طيب العاصمة بتاعت دولة المماليك هتكون فين؟ القاهرة. القاهرة، اللي اتخذها مين؟ صلاح الدين الإيه؟ الأيوبي. جميل كده؟ الأيوبي. جميل. طيب دولة المماليك يا ترى هتشمل إيه بقى؟ لما نشوف مع بعض، هتشمل عندنا ها اتساعها بلاد إيه؟ إلى جانب مصر. تمت دولتهم مصر والشام والنوبة والحجاز وبركة. برافو عليك، يعني كده أصبحت مصر معاهم، وصلوا للشام شمالا والنوبة جنوبا والحجاز عندنا شرقا وبرقة إيه؟ غربا. خطف القصة عندكم في الأولى إعدادي اللي فتحها مين برقة، فاكرين؟ عقبة ابن إيه؟ ابن نافع. تمام؟ طيب يبقى هنا حتى تتسع الدولة بالشكل اللي إحنا شايفينه ده كله، يبقى عندنا مصر، الشام، النوبة، الحجاز، وبرقة. طب يا ترى نظام الحكم هيكون في عهد المماليك يا ترى وراثي ولا ملكي ولا لا بالانتخاب؟ مش وراثي. وراثي يا ترى؟ كان دايما وراثي لا ولا كان في اختلاف؟ كان في اختلاف. كان في اختلاف، برافو عليك. قال لك لم يأخذ المماليك بمبدأ وراثة العرش دائما. يعني بمعنى ايه؟ يعني هنا دلوقتي مثلا في حاكم قوي يتولى، جه بعديه حاكم ضعيف يشيلوه ويتولى من هو اقوى منه. فقال لك لم ياخذ المماليك مبدا ورث العرش دائما، وانما كان الطريق مفتوحا امام ايه؟ من يبدي ايه؟ قوه وقدره على حكم الايه؟ البلاد. هنشوف كده مع بعض اهو.
لم يأخذ المماليك بمبدأ ورث العرش دائما، حيث وصل إلى الحكم من يستطيع إدارة شؤون الإيه؟ البلاد. تمام؟ طيب المماليك كانوا يمشوا مع بعض لما هيبتدوا يحكموا العالم الإسلامي بس وتزاوج. معلش، هو حضرتك فتح الباوربوينت؟ آه لا، اصل هو مش ظاهر. مش ظاهر عندكم؟ ايه، مش اي حاجة ظاهرة عندنا. يعني الشاشة مديكي شاشة ما فيش أي باوربوينت خالص؟ لا، مدينا الشاشة السوداء عادي بتاعت الزوم. طب ليه مش ظاهر عندك؟ هي مش ظاهرة عندها، بس هي مش ظاهرة عندنا كلنا. ظاهرة عندكم كلكم بعدها ظاهرة هيك؟ عندي برضو. لا، هي مش شاشة ظاهرة سوداء. عندنا كلنا. مش ظاهرة عندكم كلكم؟ كده زهرة عندكم يا بنات؟ لا، مش لسه. كده زهرة؟ لا لا برضه. كده ظهر، بس مش الصفحة بتوع ظهر الدهب. الفولدر من بره. طب انا هقول لكم حاجة، بصوا افتحوا معايا كتاب، مش كتاب موجود قدامكم كده آخر زهر؟ 50. كده زهر؟ لا، يا ميس ممكن تقفل الباوربوينت وتفتحي تاني. احنا فتحنا قفلناه وفتحنا تاني. مكتوب ستوب شير ليه؟ ظهر كده عندك يعني خلاص احنا قفلناه وفتحنا تاني، ما ظهرش لسه عندكم برضو؟ لا، لسه ما ظهرش. كده كده ظهر؟ ظهر، كده كده ظهر ظهر؟ يعني. كده طيب ظهر. طيب ماشي. خلاص كده معايا؟ طيب، يلا تاني نقول مع بعض، مدة حكمها كام سنة؟ كان قرن خمسين كتير. ونص. أحسنت. العاصمة؟ القاهرة، القاهرة. اتساعها؟ مصر والشام والنوبة والحجاز وبركة. جميل. نظام الحكم؟ لم يأخذ بالوراثة بل بالقوة. كان الطريق لا، مفتوحا كان أمام من الطريق يقدر مفتوحا أمام من إيه؟ من يبدي إيه؟ ها؟ مقدرة على القدرة حكم على البلاد. الحكم. خلاص أهو، نقول كده يا حبايبي مع بعض أهو أهو. لم يأخذ المماليك بمبدأ ورث العرش دائما، حيث وصل إلى الحكم من يستطيع إدارة شؤون الإيه؟ البلاد. جميل كده؟ طيب هنتفق مع بعض إن هنا لما هيتولى عز الدين أيوب كان متزوج من الشجر الدور، هي طبعا هي هتتنازل ليه عن الإيه؟ عن الحكم. طب يا ترى هيستقر الأمر لعز الدين أيبك؟ للأسف لا، هتحصل خلافات بين شجر الدر وبين عز الدين إيه؟ أيبك. هيأدي ده إن هتحصل برضه مؤامرة وتم فيها قتل مين؟ عز الدين إيه؟ أيبك. تمام؟ يبقى هنشوف مع بعض أهو. بعد ما هيحصل خلاف بين عز الدين أيبك وبين شجر الدر ويتم قتله، هيتولى ابنه المنصور علي. المنصور علي ابن عز الدين أيبك كان لا يزال طفل. تمام؟ في الوقت دوت اللي تولى فيه منصور علي كان العالم الإسلامي بيواجه خطر تاني. إيه هو الخطر التاني؟ هو خطر المغول. المغول تمام. المغول هنا زي ما اتفق مع بعض عبارة عن ها مين هم المغول؟ امرأة أتوا من آسيا. من آسيا. أحسنت. ها إيه كمان؟ وأوروبا لا، المغول جايين من اسيا. أخذوا عصمتهم هتعطلتهم العالم عواريد. الإسلامي. ها طب عصمتهم نشوف كان كده، عواريد. نشوف كده مع بعض. يلا شوف الاول، منصور بن علي قال لك ابن عز الدين ايبك وتولى الحكم بعد مقتل ايه؟ ابي.
وكان صغيرا لا علم له بأمور الحكم والأخطار اللي بتحيط الدولة، مثل خطر قلنا الإيه المغول. في الوقت دوت قرر سيف الدين قطز، وكان موصي على مين؟ على المنصور علي، إن هو يخلع المنصور علي ويتولى حكم الإيه البلاد. طيب هنشوف كده أهو، قام سيف الدين قطز بعزل المنصور علي وتولى حكم البلاد. طب ليه؟ الدولة كانت عايزة حاكم قوي يتصدى برافو عليك. للمغول. دلوقتي في الدولة كان مصر كان العالم كان بيواجه خطر ايه؟ المغول اهو، لأن الدولة بحاجة إلى حاكم قوي يتصدى للغزو الايه؟ المغولي على العالم، على مصر والعالم الايه؟ الإسلامي. طيب هنشوف مع بعض مين هم المغول وهم منين؟ قالك قبائل المغول دي كانت عبارة عن قبائل كانت بتعيش على الرعي، وكانوا بيعيشوا في أواسط آسيا، عبارة عن قبائل رعوية يعني ملهاش أي ديانة أساسا. قدر واحد اسمه جنكيز خان، وده معناه عندهم الحاكم الأعظم، إن هو يوحد قبائل المغول دي، عبارة عن قبائل قلنا إيه كانت بتعيش على إيه؟ على الرعي، لم يكن لها أي ديانة سماوية. لما قدر إن هو يوحدهم هتحصل حاجة مهمة جدا، هتحصل خلافات او هيحاولوا ان هم يدخلوا ويستولوا على اجزاء من العالم الايه الاسلامي. يعني نشوف مع بعض، استطاع هنا جنكيز خان ان يكون امبراطوريه كبيره بفتره زمنيه قصيره جدا. طب سيطر على ايه؟ شو معايا كده بقى، قال لك على اجزاء كبيره من اسيا وكمان ايه اوروبا. تخيلوا بقى كده مجموعه قبائل نتيجه تجمعهم مع بعض كونوا جيش قوي واستولوا على اجزاء من اسيا واوروبا واتجهوا نحو العالم الايه الاسلامي. طيب ايه اللي حصل؟ في الوقت دوت هيبتدي الحملة المغول يواجهوا او يحاولوا ان هم يغزوا العالم الايه الاسلامي. طيب جه بعد كده واحد اسمه هولاكو. مين هو هولاكو؟ هولاكو هو حفيد حفيد جنكيز خان. جندي طب مين هو جنكيز خان؟ عمل ايه جنكيز خان؟ ها الحكم الأعظم اللي برافو هو اللي عليك، أسس إمبراطورية مغول، كبيرة. برافو عليك، وحد قبائل الايه المغول. هنا هولاكو بعد طبعا هنا هو يعتبر حفيد جنكيز خان، اتولى الحكم بعد وفاة جده جنكيز خان، استكمل الهجوم على العالم الإسلامي. وهنا اتجه هولاكو لبغداد. ايه هي بغداد بقى؟ بغداد كانت هي عبارة عن عاصمة الخلافة الايه العباسية. العباسية خد بالك احنا بقالنا فترة ما بنتكلمش عن العباسيين خالص، احنا عندنا بقى عبارة عن دول ايه فاكرين؟ دول ايه مستقلة نشأت نتيجة اتساع الدولة الايه العباسية. هنا لما اتجه هولاكو إلى الخلافة العباسية في بغداد، للأسف هيدخل المغول مدينة بغداد وهيعملوا فيها أبشع جرائم إنسانية، هيقتلوا دمروا الخليفة. بغداد وقتلوا آخر الخلفاء العباسيين. برافو عليك، يعني هم لما دخلوا بغداد عملوها يا حرب دامية، قتلوا كل سكان بغداد، دخلوا على مكتبة بغداد اللي كانت زاخرة بالكتب والعلوم، رموها كلها في نهر دجلة ونهر الفرات. قتل الخليفة العباسي، بقى قال لك النهر دجلة بقى عبارة عن لون أحمر من الدماء ولون أزرق من الحبر بتاع الكتب، يعني عايزة بيهاجموا أي إيه حضارة. وهنشوف هنا مع بعض إزاي هنا إن لما دخل المغول بغداد عمل أول حاجة رقم واحد، ها قتل الخليفة العباسي. كان اسمه إيه ساعتها ممكن بقى؟ الخليفة العباسي المعتصم لا المعتصم. المعتصم في فرق بين المعتصم والمستعصم، خلي بالك فاهمة؟ بصي ده اسمه ايه اهو؟ المستعصم. وسقطت الخلافة العباسية سنة 656. عملوا ايه كمان في أهل بغداد أهو؟ تخريب البلاد، قتل الآلاف من الرجال والنساء وسلب الأموال، ما اكتفوش بكده أهو، هدم المساجد وقتلوا العلماء وحرقوا الكتب وإلقاء ما تبقى منها في نهر ايه؟ دجلة. وإن مع بعض أصبح نور المية أحمر من قصة الدماء وأزرق من ايه الحبر اللي كان موجود فين؟ في الورق. الحبر هنا أرسل قطز قطز هنا بقى وجهاده ضد المغول. مين هو قطز؟ إيه عندكم لو حد عندكم سؤال عامة، في قصة عندهم في ناس اسمها قصة وإسلامية، بتحكي قصة قطز إن هو كان طفل لأحد الأمراء اللي كانوا موجودين في بلاد خوارزم، يعني هو أصلا كان أمير، واخدين بالنا؟ وأثناء حروب ولا دولة الحرب بعد خوارزم. موت الأبين أيوه، لأ ده مش موجود عندكم في الكتاب، ده موجود عندك في قصة وإسلامية في تانية ثانوي، بيوضح لك زي هو كان ابن أمير وكان عايش عيشة راغدة جدا، لكن للأسف لما دخل المغول بلاده واخدة بالك
تم بيع قطز اللي هو كان أصلا اسمه محمود، تم بيعه في أسواق الرقيق وأصبح عبد بعد ما كان أمير، وهيبتدي بقى يتحرك ينتقل من بعد ما كان في بلاد خوارزم اللي هي إيران دلوقتي، هيروح على بلاد الشام وهيوصل لمصر، وهيصبح بعد كده هو قطز هو اللي هيحمي العالم الإسلامي وهيقضي على المغول زي ما هم شتتوا أسرته اللي كانت موجودة في مملكة خوارزم في ذلك الوقت. نرجع تاني، السلطان قطز بجهاده ضد المغول أرسل المغول إلى قطز رسالة، أمروه بإيه؟ قالوا بص أنت حاجة من اتنين، يا تستسلم يا إما هنقتلك ونعمل فيك زي ما حصل فين مع الخليفة العباسي في إيه؟ في بغداد. طب يا ترى إيه هو هيكون موقف قطز من رسائل المغول؟ من حد يعرف؟ هيستسلم؟ لا، هيعمل معاهم حرب. جميل جدا، أول حاجة هيعملها عشان يعلن الحرب هيقوم المجموعة اللي بعثها المغول علشان تبلغوا الرسالة هيقتلهم وهيعلق رؤوسهم على الباب زبيبة. طب ليه هو قتلهم؟ لأن هم أصلا كانوا جايين زي جواسيس يتجسسوا يعرفوا أحوال مصر عشان لما رجعوا ليه هناك مرة تانية يعرفوا أخبار إيه جيش مصر يا ترى إيه، فاهمني؟ هم كانوا عبارة عن إيه أساسا؟ عن جواسيس. هنا هنجد إن عندنا قطز قتل قطز رسل هولاكو وأعلن الجهاد ضد التتار أو المغول وشجع الناس على الجهاد. وقت لازم نقول مع بعض، طبعا كان في خلافات داخلية نتيجة مقتل عز الدين أيبكس وما تولي ابنه، وطبعا ما كانش فيه أموال في الخزينة في الوقت ده. بدأ سيف الدين قطز يجتمع بيه العلماء وكل من هو له حكم أو أمر في مصر إن هنا يشجع الناس على الجهاد ويحسهم على إنهم يتنازلوا عن أموالهم، طبعا خزانة كانت ما كانش فيها أموال لإعداد الجيوش قوية، وهنا هيكون هو أول واحد هيتنازل عن أمواله علشان يعد هذه الجيوش. نتفق مع بعض هتحصل معركة بين سيف الدين قطز وبين التتار، معركة طاحنة هي معركة عين جالوت. طيب هنا قلنا ما نقول مع بعض هنجد إن المصريين أو على وجه التحديد المماليك هيكونوا خايفين من مواجهة التتار. ده التتار دول دخلوا بغداد وقتلوا الخليفة العباسي، لما دخلوا بلاد الشام دمروها. طب احنا ازاي هنواجه في مصر واحنا ما عندناش جيش قوي هنواجه عن التتار؟ هنشوف بقى ازاي سيف الدين قطز هيقدر هو يوحد المسلمين ويبث فيهم روح الجهاد في سبيل الله، واحنا لازم ندافع عن اسلامنا، وهيكون دايما شعاره هو واسلامنا.